بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الابتلاء هو ليس لأهل المعاصي والذنوب فقط، الابتلاء أيضا للصالحين كما جاء في الحديث ثم الأمثل فالأمثل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكفر عنهم أي خطايا وذنوب عملوها، ويريد أن يكرمهم برفع الدرجات يوم القيامة، ويريد بالابتلاء أن يزيد عبادتهم ويزيد ذكرهم له سبحانه، ويدفعهم دفعا نحو علاج أي تقصير هم يقعوا فيه. وأيضا بهذا الابتلاء يفتح لهم باب عبادة الصبر التي لا تحدث إلا بالابتلاء، وأيضا عبادة الرجاء برحمة الله سبحانه وتعالى والتي لا تحدث إلا بالابتلاء. فإذا كل هذه من فوائد الابتلاء للصالحين.